السلام عليكم، نتمنى تكونوا بخير وبصحة جيدة. حصة اليوم إن شاء الله غنتعرفوا فيها على أدوات النظافة والتنظيف باللغة الفرنسية، فالغاية من مثل هذه الدروس هي إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. فلنبدأ على بركة الله ونبدأ بأدوات النظافة. فمقشر هو un gommage، un gommage. فالمقشر هو اللي كنزولوا به الخلايا الميتة اللي كتكون في الجلد، كيتسمى بالفرنسية un gommage. شامبو أو غسول الشعر هو le shampoing، le shampoing. جيل استحمام un gel douche، un gel douche. صابون هو le savon، le savon. جيل منظف un gel nettoyant، un gel nettoyant. وبالنسبة للجيل نيتوايون فعندنا فيه أنواع، فكاين جيل نيتوايون بو غراس، يعني جيل نيتوايون اللي كيليق لا بو غراس أو البشرة الدهنية. عندنا أيضا جيل نيتوايون بو سيش، يعني جيل نيتوايون اللي كيليق أو جيل منظف اللي كيليق لا بو سيش أو البشرة الجافة. عندنا جيل نيتوايون بو ميكست، يعني جيل منظف بو ميكس اللي هي بشرة مختلطة، يعني كيليق البشرة المختلطة. وعندنا أيضا جيل نيتوايون بو سنسيبل، فبو سنسيبل هي البشرة الحساسة، يعني جيل نيتوايون اللي كيليق البشرة الحساسة. فكنستعملو لو جيل نيتوايون على حسب نوع البشرة، واش بو غراس بشرة دهنية، بو سيش بشرة جافة، بو ميكست بشرة مختلطة، أو بو سنسيبل بشرة حساسة. منشفة اون سيرفييت، اون سيرفييت. معجون الاسنان ان دونتيفريس، ان دونتيفريس. وبالنسبه لفرشاه الاسنان فهي بروس ا دون، بروس ا دون. بروس هي فرشاه ولي دون هما الاسنان، بروس ا دون هي فرشاه الاسنان. اما بالنسبه للخيط اللي كنطفو به الاسنان فكيتسمى بالفرنسيه ان فيل دونتير، un fil dentaire. فقلنا معجون الاسنان هو un dentifrice، فرشاه الاسنان brosse à dents، وخيط تنظيف الاسنان هو un fil dentaire، un fil dentaire. ففيل هو خيط. هذه الحجره اللي كنضفوا بها الاقدام فكتسمى بالفرنسيه la pierre ponce، la pierre ponce، la pierre ponce. مزيل رائحه العرق un déodorant، un déodorant، un déodorant. العطر هو le parfum، le parfum، le parfum، le parfum. مزيل مكياج le démaquillant، le démaquillant، le démaquillant. قلامة الأظافر le coupe-ongle، le coupe-ongle. فليز أونغل هما الأظافر، لو كوبونغل هي قلامة الأظافر. مزيل طلاء الأظافر هو ان ديسولفون، لو ديسولفون، لو ديسولفون. مرطب شفاه ان بوم ا ليفغ، ان بوم ا ليفغ. فلي ليفغ هما الشفاه، وان بوم ا ليفغ هو مرطب شفاه. كريم اليدين كريم بور لي مان، كريم بور لي مان. كريم اليدين هو كريم بور لي مان، فلي مان هما اليدين. عود الاذن ان كوتون تيج، ان كوتون تيج. جهاز تنظيف البشره بالفرنسيه هو اباري دو نيتواياج دو لابو، اباري هي جهاز دو نيتواياج تنظيف دو لابو، لابو هي البشره. اباري دو نيتواياج دو لابو أو جهاز تنظيف البشرة. فبعد ما تعرفنا على أدوات النظافة نمر نشوف أدوات التنظيف باللغة الفرنسية. فمكنسة هي أم بالي، أم بالي. ممسحة مطاطية اون غاكليت، اون غاكليت، اون غاكليت. صابون سائل صابون ليكيد، فقلنا صابون هو صابون وسائل هو ليكيد، صابون ليكيد. اسفنجة
Une éponge. Une éponge. Une éponge. Milsaha ou قماش تنظيف. Un chiffon. Le français هو un chiffon. قماش تنظيف هو un chiffon. Mijrafa. Une pelle. Une pelle. Une pelle. منظف. Un détergent. Un détergent. Un détergent. وبالنسبة للقفازات اللي كنستعملو في التنظيف فكيتسماو لي غون، والقفازات بصفة عامة فهما لي غون، كيتسماو لي غون. دالو. ان سو. ان سو. فورشات. اون بغوس. اون بغوس. سلة الغسيل. ان بانيي ا لانج. ان بانيي ا لانج. فبانيي ان بانيي هي سلة. الانج فلو لانج هو الغسيل. فيا اما كنسميوها ان باني الانج او كوربي الانج. كوربي الانج سلة الغسيل. سواء كنقولو ان باني الانج او كوربي الانج. اما بالنسبه لهاد الحبل اللي كنشرو فيه الملابس فكيتسمى اون كورد الانج. اون كورد الانج يعني حبل الغسيل. مشبك الغسيل. اون بانس الانج. اون بانس الانج. فيا اما كنسميوه بانس الانج او ايبانغل الانج. بانس او ايبانغل اللي هو مشبك الغسيل. ميكوات. فالميكوات هي ان سير ا روباسي. ان سير ا روباسي. وبالنسبه لطاوله الكي فهي اون بلونش ا روباسي. اون بلونش ا روباسي او طابل ا روباسي. غسالة الملابس. لاف لانج. لاف لانج او اون ماشين ا لافي. اما كنسميوها لاف لانج او اون ماشين ا لافي. وبالنسبه للاله اللي كتجف لينا الملابس يعني اللي كتنشف الملابس فكتسمى سيش لانج. سيش لانج. سلة المهملات او القمامه فكتسمى اون بوبيل. اون بوبيل. اما بالنسبه لكيس القمامه فهو ان ساك بوبيل. ان ساك بوبيل. مناديل مطهره. لانجيت ديزانفيكتانت. دي لانجيت ديزانفيكتانت. فلي لانجيت ديزانفيكتانت هي مناديل مطهره. مكنسه كهربائيه. ان اسبيراتور. ان اسبيراتور. اسبيراتور. فرشاه المرحاض اعزكم الله. Une brosse de toilette. Une brosse de toilette. Fa brosse هي فرشات. Toilette هو المرحاض. مكبس المرحاض. Une ventouse. Une ventouse. وكنسميوها أيضا un déboucheur. Un déboucheur. بيكربونات الصودا أو بيكربونات الصوديوم فهي بيكربونات دو سود. فبيكربونات دو سود أيضا كنستعملها في التنظيف إلا خلطناها مع الخل أو الفينيغر. خرطوم. أن تويو. أن تويو. وبهذا كنوصلوا لنهاية الحصة تعرفنا فيها على أدوات النظافة والتنظيف باللغة الفرنسية. فكيف سبق وقلت الغاية من مثل هذه الدروس هي إغناء رصيدكم اللغوي الفرنسي. نتمنى تستفدوا من الدرس وتشاركوه مع أصدقائكم وأحبابكم عبر مواقع التواصل الاجتماعي لكي تعمل فائدة. ونتلقى في حصة مقبلة إن شاء الله.